بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من مسقط، وبالتحديد من قصر العلم العامر، حيث مراسم استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. هذه الزيارة التي بدأت قبل قليل، حيث وصل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملكة رانيا عبد الله، وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة المستقبلين والمرحبين بأخيه جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عند سلم الطائرة لدى وصوله المطار السلطاني الخاص. وقد رحب جلالة السلطان بالعاهل الأردني متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة بسلطنة عمان. كما كان في الاستقبال بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الوزيرة المرافقة لجلالة الملكة، وسعادة السفير الشيخ هلال بن مرهون المعمري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السفير أمجد القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء بعثة الشرف. عقب ذلك توجه جلالة سلطان البلاد المعظم وجلالة الملك الضيف إلى القاعة مرورا بين صفين من حرس الشرف من الحرس السلطاني العماني، حيث كانت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان في الاستقبال والترحيب بجلالتي الملك والملكة وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية. إذن نرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء من هنا من قصر العلم العامر، وكما نشاهد معكم الآن دخول طوابير حرس الشرف إلى ساحة ضيافة قصر العلم العامر. أيضا هناك موسيقى الحرس السلطاني العماني، وهناك أيضا صفان مكونان من كوكبة من الفرسان، حيث ستمر بينهما السيارة المقلة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فور وصولهما هنا إلى قصر العلم العامر. يشاركني في هذا النقل الزميل يعقوب بن سليمان المعمري. شكرا خالد، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعون هذا البث المباشر، ومستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، حيث ننقل لحضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستمر يومين.
وكما نشاهد الآن طوابير الحرس السلطاني العماني وهي تستعد لاستقبال الضيف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي يحل ضيفا عزيزا على سلطنة عمان. مشاهدينا ومستمعينا، كما نشاهد الآن والصورة أبلغ من أي حديث، كما نرى مسقط العامرة الجميلة وبحر، وهذا البحر الجميل الذي تزدان به مسقط العامرة. وبلا شك تكتسب العلاقات العمانية الأردنية تفردا في الجوانب التاريخية والاستراتيجية في ظل القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتمثل المباحثات بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال هذه الزيارة الرسمية إلى مسقط أهمية بالغة في تعزيز آليات التعاون بمختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في هذه اللحظات يصل الموكب المقل لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهو في طريقه إلى ساحة قصر العلم العامر حيث سنشهد المراسم الرسمية لاستقبال جلالة الضيف، كما نتابع بداية من المرور بين صفين مكونين من كوكبة من الفرسان وصولا إلى داخل ساحة القصر ثم منصة الشرف حيث سيعزف السلام الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية، ثم تطلق المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الضيف. بعد ذلك ستكون هناك جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين برئاسة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. تصل السيارة المقلة الآن لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى هنا إلى قصر العلم العامر. وكما نشاهد معكم مشاهدينا ونصف لمستمعينا طبعا الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك الأردني وأيضا أصحاب السمو ورئيسي مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي وكبار القادة العسكريين في ساحة التشريفات هنا في قصر العلم العامر، حيث سيكونون ضمن المستقبلين لجلالة الملك الضيف في هذه الزيارة التي تكتسب أهمية كبيرة نظرا لطبيعة العلاقات الخاصة بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.
استمعنا إلى أصوات الصداحين والمقطوعة المنتظرة، ترحيبا بضيف سلطنة عمان. بعد لحظات سيصطحب جلالة السلطان المعظم أخاه الملك الضيف إلى منصة الشرف. إذن عزف السلام الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك الضيف الذي يتوجه في هذه اللحظات للسلام على مستقبليه من أصحاب السمو ورئيسي مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي وكبار القادة العسكريين الذين يرحبون بجلالة الضيف ووفده المرافق في زيارتهم لسلطنة عمان. فيما حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يصافح أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك مرحبا جلالته بهم في سلطنة عمان. إذن مشاهدينا، كما نتابع معكم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يصافح مستقبليه من الوفد العماني عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية في استقبال الضيف، وأيضا في الجانب الآخر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يصافح الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية مرحبا بهم ومتمنيا لهم إقامة طيبة في سلطنة عمان. مشاهدينا ومستمعينا، سلطنة عمان دولة ضاربة بجذورها في التاريخ، وطالما لعبت دورا حيويا وحضاريا مؤثرا في حقب التاريخ المتتابعة، وإن الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تفاعلت فيها الخبرة الثرية للتاريخ العماني وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع إلى يعم السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تؤكد هذه الزيارة متانة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على استمرار التعاون في مختلف المجالات التي تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين. إن لقاء القائدين هنا اليوم
يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، فسيتم خلال هذه الزيارة التشاور والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية والدولية. إذن نشاهد معكم الآن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة داخل القاعة بحضور المسؤولين، كما نشاهد من الجانبين لقاء ترحيبي وتبادل للأحاديث. ستعقد أيضا جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين برئاسة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وجلالة الملك الضيف في هذه الزيارة المهمة التي تعكس تلك العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين الشقيقين التي لطالما اتسمت بالمساندة والتعاضد في مختلف الظروف وفي عديد المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية. هذه العلاقات تستند على ثوابت راسخة وصادقة منذ القدم. هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة من هنا من قصر العلم العامر بمسقط المراسم الرسمية لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تقبلوا تحيات الزملاء من فني ومهندسي هذا النقل والمخرج سعيد بن تمان العمري، وتحيات زميلي خالد بن عبد الله السلامي، وتحياتي لكم يعقوب بن سليمان المعمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.